لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه في شرح السنوسية الوسطى، في شرح العقيدة الوسطى للإمام سيدي أبي عبد الله السنوسي بشرح العلامة الشيخ السرقسطي رضي الله تعالى عنه. وصلنا عند قوله في برهان حدوث العالم: لو كان جرم من أجرام العالم كالسماء والأرض مثلا موجودا في الأزل لم يخلو، إما أن يكون في الأزل إما متحركا أو ساكنا، أو لا متحركا ولا ساكنا، والأقسام الثلاثة مستحيلة على الجرم. والأقسام الثلاثة مستحيلة على الجرم في الأزل، فيكون وجود الجرم في الأزل مستحيلا، لأنه لا يعقل وجوده عاريا عن تلك الأقسام الثلاثة. ما هي الأقسام الثلاثة؟ لم يخلو، إما أن يكون الأزل إما متحركا أو ساكنا قسم، أو لا متحرك ولا ساكن. خلاص، يبقى لو كان جرم من أجرام العالم كالسماء والأرض مثلا موجودا في الأزل لم يخلو، إما أن يكون في الأزل إما متحركا هذا قسم، وإما ساكنا، وإما لا متحركا ولا ساكنا، والثلاثة مستحيلة على الجرم في الأزل، فيكون وجود الجرم في الأزل مستحيلا، لأنه لا يعقل وجوده عاريا عن تلك الأقسام الثلاثة. ثم قال: أما بيان استحالة القسم الثالث فظاهر. ما هو القسم الثالث؟ لا ساكن ولا متحرك، لأنه لا يعقل جرم في الأزل ولا فيما لا يزال. يبقى هات ضع إيه لا زيادة عشان يستقيم إيه الكلام، ولا فيما لا يزال، ليس ثابتا في الحيز، يعني ليس ساكنا، ولا منتقلا عنه، يعني ليس متحركا. وأما بيان استحالة القسم الثاني وهو كون الجرم ساكنا في الأزل، هذا هو الذي سنتكلم فيه اليوم، اللي هو استحالة القسم الثاني. ولكن وقفنا عند قوله: واعلم ايه؟ واعلم ان الارض، اقرأ هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشاعر رحمه الله: واعلم ان الارض افضل من السماء، والصحيح الذي عليه الجمع الوفير من اهل السنة انها سبع انطباق كالسماوات. يعني مذهب اهل السنة او الصحيح الذي هو معتقد صحيح والذي عليه الجم الغفير، يعني الغالبية أو الجمهور، أنها أي الأرض سبع ك
كالسماوات. والدليل على ذلك قوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فهذا دليل على أن الأرض سبع كالسماوات. وهو الذي تدل عليه الأحاديث والآثار ويجب اعتقاد قوله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يرد في القرآن الكريم غير هذا النص الذي يفيد أن الأرض سبع، عددها سبع كعدد السماوات. الذي خلق سبع سماوات طباقا، فالسماوات سبع والنص صريح في ذلك. لكن في كتاب الله تبارك وتعالى لم تذكر الأرض إلا بالإفراد، لم تجمع الأرض، يعني لا يوجد أراضون أو أراضي، لا يوجد. خلق السماوات والأرض بالإفراد. لكن النص الذي ورد في سورة الطلاق يبين أن عدد الأرض كعدد كعدد السماوات، ومن الأرض مثلهن، يعني سبع. وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث والآثار ويجب اعتقاده، كقوله صلى الله عليه وسلم: من غصب قيد أو قيد شبر من أرض طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة. وذلك في كلام هنا بالنسبة لعدد الأرض. اتفق أكثر أهل العلم على أن الأرض أفضل من السماء بمواطئ أقدامه الشريفة صلى الله عليه وسلم. يعني لو يعقل هؤلاء الوهابية أن الأرض تشرفت بوطئ أقدام المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الشرف العظيم الذي للأرض أنها دفن فيها الأنبياء، وأنها تشرفت بمواطئ قدمه صلى الله عليه وسلم. والأنبياء خلقوا منها، هذه هي أدلة تفضيل الأرض على على السماء. أولا تشرفت بأقدام المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأنبياء خلقوا منها، ولأن السماوات تطوى يوم القيامة وتلقى في جهنم، وأما الأرض فإنها تصير خبزة يأكلها أهل المحشر مع زيادة كبد الحوت. يعني هذه الأرض التي نمشي عليها وندفن فيها وخلقنا منها، يوم القيامة تصير قطعة خبز فتلتهمونها التهاما فلا تبقون منها ولا تذر. يبقى إذن اللي عليه الجمهور أو الغالبية أن الأرض أفضل من من السماء، لأن شرف المحل بشرف الحال فيه. يعني الأرض نالت الشرف بسبب أن حل فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومأخذ هذا التوجيه هو ما قرره الأصحاب من أن الحجرة الشريفة بما فيها الجسد الشريف أفضل من سائر البقاع. يبقى إذن شرف الأرض شرف عظيم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعثوا عليها ودفنوا فيها، وهم
هناك كلام في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم خلق من التربة أو من أرض الكعبة، ولكن يقال إن تربة الكعبة انتقل منها شيء إلى المدينة المنورة، فالإنسان كما قال الله تعالى منها خلقناكم، خلق من الأرض وفيها نعيدكم، فالإنسان يدفن في المكان الذي خلق منه. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الحبشة، رأى رجلا من الحبشة يدفن في المدينة، فقال سيق من الأرض التي ولد فيها ليدفن في الأرض التي خلق منها. فالإنسان الذي يحظى أو يكرمه المولى تبارك وتعالى بالموت أو الدفن في المدينة المنورة وخاصة في البقيع، معناها إيه؟ أنه خلق من هذه الأرض، منها خلقناكم وفيها، فإذا لم يكن خلق منها لا يدفن فيها أبدا، فيعود الإنسان إلى أصله، إلى التراب الذي خلق منه، ثم يبعث منه أيضا، ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذا واضح في قصة الرجل الذي هو من أهل الحبشة ومات في المدينة المنورة. ولهذا أخذ العلماء أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر خلقوا من نفس التربة التي خلق منها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما دفنوا معه. هذا دليل على أنهم خلقوا من نفس الأرض. ولهذا اختلفوا، مكة أفضل ولا المدينة أفضل؟ لهذا السبب، فكل منهما حظي بتشريف المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسئل ابن عقيل وهو من كبار أئمة الحنابلة، وذكر ذلك الشيخ ابن القيم في الكتاب اللي اسمه بدائع الفوائد. هذا الكتاب ذكر فيه ابن القيم أن ابن عقيل سئل عن الحجرة الشريفة التي ضمت جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وضمت كذلك صاحبيه الصديق والفاروق، فسئل هل الكعبة أفضل، أو أن الحجرة التي دفن فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل؟ فماذا قال؟ قال إن أردت، قال للسائل إن أردت مجرد الحجرة فالكعبة أفضل، وإن أردت وهو فيها يعني وهو مدفون فيها فلا والله لا جنة عدن ولا الأفلاك الدائرة ولا الكرسي ولا العرش ولا السماوات السبع ولا الأرضون، لأن بالحجرة جسدا لو وزن بالكونين لرجح. ده كلام الحنابلة، ليس الحنابلة من أهل التجسيم والتشبيه، وإنما الحنابلة من أتباع الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يلا يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: وأما بيان استحالة القسم الثاني وهو كون الجن ساكنا في الأزل، فوجهه أنه لو كان كذلك. قلنا القسم الأول أنه كون الجرم الأول لا ساكن ولا متحرك، هذا ظاهر الاستحالة، لأنه هذا معناه رفع الضدين أو رفع النقيضين،
أما كونه هذا هو القسم الايه الثاني وهو كون الجن ساكنا في الأزل، فوجهه أنه لو كان كذلك لما قبل أن يتحرك أبدا. نحن الآن ولما فرغ من ذكر القسم الثالث وهو كون الجرم لا متحركا ولا ساكنا شرع في بيان ذكر القسم الثاني وهو كون الجرم ساكنا في الأزل، فقال وأما بفتح الهمزة كلمة فصل وافتتاح، وأما بيان ظهور واتضاح استحالة يعني امتناع القسم الثاني يعني من الأقسام الثلاثة وهو كون يعني وجود وثبوت الجرم ساكنا يعني ثابتا ليس بمنتقل في الأزل يعني القدم، فوجهه يعني وجه استحالته يعني حكمه وتفصيله أي وتفصيله أنه أي الجرم لو كان كذلك يعني ساكنا لما قبل أن يتحرك، لأنه حيكون السكون هنا أزلي، وكل ما ثبت له القدم استحال عليه العدم. إذا لو كان في الأزل ساكنا لا يقبل أن يتحرك أبدا يعني ينتقل من حيز إلى حيز أبدا بوجه من الوجوه، وإنما لم يقبل أن ينتقل من حيز إلى آخر لأن سكونه أي ثبوته في الحيز على هذا الفرض يعني التقدير قديم أي لا أول له ولا افتتاح بالعدم لاستحالة ذلك على القديم، والقديم لا يقبل العدم لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، إذ حرف تعليل لو قبل السكون العدم يعني الفناء لاحتاج يعني لافتقر واحتاج وجوده يعني السكون إلى مخصص بكسر الصاد يعني إلى فاعل يخترعه. يعني لو رجعنا إلى المتن يظهر لنا في قوله وأما بيان استحالة القسم الثاني وهو كون الجرم ساكنا في الأزل فوجهه يعني فوجه ذلك أنه لو كان كذلك لما قبل أن يتحرك أبدا، كيف إذا كان السكون قديما كيف ينعدم، فمعنى هذا أن الجرم يظل ساكنا على الدوام لأن سكونه قديم والقديم لا يقبل إليه التغير ولا يقبل العدم، لأن سكونه على هذا الفرض قديم والقديم لا يقبل العدم، إذ لو قبل العدم لاحتاج وجوده إلى مخصص لجوازه حينئذ يعني لأنه يصبح جائزا لا واجبا فيكون محدثا وقد فرض قديما، فهذا تناقض لا يعقل. وإنما عبر بالمخصص بالتنبيه على سبب احتياج السكون إلى الفاعل، وهو أن ذاته لما قبلت الوجود والعدم، فلو وقع الوجود بدلا من العدم من غير فاعل لكان تخصيصا من غير مخصص. يعني طالما ذاته تقبل الوجود والعدم يبقى لا بد أن يحتاج إلى مخصص، يعني إيه معنى مخصص؟ يعني فاعل يوقع وجوده بدلا من عدمه أو العكس. في هذه الحالة لو وقع الوجود بدلا من العدم من غير فاعل لكان تخصيصا من غير مخصص، وهو ظاهر الاستحالة. ما الذي هو ظاهر الاستحالة؟ التخصيص من غير مخصص يعني وجود فعل من غير فاعل. يعني لماذا قال التخصيص ولم يقل الفعل؟ لأنه هنا عندنا أمران وجود وعدم فيخصصه بأحد الأمرين دون الآخر، إذن لا بد من مخصص. فلا بد إذن من فاعل يخصص وجود السكون بالحدوث بدلا عن العدم الذي يداخل الوجود لقبول الذات له حسب قبولها الوجود. يعني الذات تقبل الأمرين، فما الذي
خص أحدهما دون الآخر، يبقى إذن لا بد من إيه؟ من مخصص، يعني لا تخصيص بغير مخصص، كما أنه لا أثر بغير مؤثر، ولا فعل بغير فاعل، ولا كتابة بغير كاتب، ولا صنع بغير صانع، وهكذا. تفضل. وإنما احتاج وجود السكون إلى مخصص لجوازه حينئذ، أي حين احتياجه إلى مخصص، وقد عرفت أن الجائز يصح في العقل وجوده وعدمه. فيكون السكون محدثا بفتح الدال، يعني ليس قديما، أي مخرجا من العدم إلى الوجود، لأنه كان منعدما ثم وجد فيكون حادث، يعني أنه كان معدوما فوجد، والحالة قد فرض يعني قدر قديما، يعني لا أول له. فهذا التقدير للسكون تارة بالقدم وتارة بالحدوث تناقض، يعني تخالف بالإيجاب والسلب، وذلك لا يعقل، يعني لا يتصور في العقل بوجه من الوجوه لاستحالة ذلك. إذن هنا تكلم على استحالة الإيه؟ الوجه الإيه؟ الثاني، ثم قبلها تكلم عن الثالث، الآن هيتكلم عن استحالة الوجه الأول أو القسم الأول. فهذا تناقض لا يعقل. ودليل قبول السكون العدم مشاهدتنا الحركات في بعض الأجرام، يعني دليل واضح نشاهده بالعيان، وهو أن السكون يقبل العدم بدليل نشاهد الحركة. فمعنى الحركة يعني انعدام السكون، وذلك يقتضي جواز الحركة على جميع الأجرام لتماثلها، يعني كما جاز عليها السكون جازت عليها الحركة. وإذا كان السكون أو الحركة جائزين إذن فليس بقديمين. وأما بيان استحالة القسم الأول وهو كون الجرم في الأزل متحركا، احنا قلنا ثلاث احتمالات، إما لا متحرك ولا ساكن، أو ساكن وليس بمتحرك، أو متحرك وليس به. هل هناك قسم رابع؟ لا، هم ثلاث، والثلاثة مستحيلة. طب ما وجه استحالة القسم الأول؟ ما هو القسم الأول؟ كون الجرم في الأزل متحركا. ولكن أفضل أو أثبت استحالة الأقسام الثلاثة على العكس، يعني كان المفروض يبدأ باستحالة الأول ثم الثاني ثم الثالث، ولكنه ذكر الثالث لأنه أقرب، يعني كأنه بدأ بالأخير ثم رجع إلى الثاني ثم رجع إلى الأول. دي طريقة ماشي في بعض الناس تمشي عليه، يعني يذكر الأوجه ثم يأتي بالدليل على آخر وجه ثم يرجع. وأما بيان استحالة القسم الأول وهو كون الجرم في الأزل متحركا، فالوجه فيه على نحو ما عرفت الآن في استحالة القسم الثاني اللي هو السكون الدائم، ويزيد هذا القسم بوجه آخر من الاستحالة، وهو أن حقيقة الحركة لا تعقل قديمة، يعني السكون ممكن نتعقل أو نقبل أنه قديم، بس بشرط أنه يظل سكون لا يتغير، يعني لا ينعدم. أما الحركة نفسها لا يمكن تعقل قديمة، يعني لا تعقل الحركة إلا حادثة. ليه؟ لأن حقيقتها الانتقال من حيز إلى حيز، فهي إذن لا يمكن أن تكون قديمة. ده الحركة أصلا يعني معناها لازم انتقال، وكيف يكون الانتقال قديما؟ يعني عندما يقولون مثلا بالنزول الحقيقي، ينزل ربنا ويجعلونه نزولا، معناه انتقال. وإذا جاز الانتقال على القديم لا يكون قديما،
إذا انتقل من حيز إلى حيز ينتفي عنه القدم. فالذين يقولون بأنه ينزل نزولا حقيقيا يقولون بحدوث الإله وهم لا يشعرون. فهي إذن لا تكون إلا طارئة على الجرم، ولا بد أن يتقدم على وجودها الكون في الحيز المنتقل عنه. فيعني إذن قبل ما توجد الحركة نتصور الحيز المنتقل عنه، ثم نتصور الحيز المنتقل إليه، لأن الحركة قلت لكم عبارة عن إيه الحركة؟ عبارة عن كونين في آنين في مكانين. أما السكون كونان في آنين في مكان واحد، هذا هو تعريف السكون وهذا هو تعريف الحركة. أو هناك تعريف آخر، السكون هو الحصول الثاني في الحيز الأول، والحركة هي الحصول الأول في الحيز الثاني. واضح كده؟ والحركة الواحدة لا بد من تمن من ستة ستة أشياء. ستة: ما أول حاجة، ما به الحركة، بعدين منه الحركة، فيه الحركة، إليه الحركة، له الحركة. ست أشياء في الحركة الواحدة، فكيف تكون قديمة؟ يعني به الحركة، يعني تحركت به، حركت يدي، الحركة كانت باليد. طيب فيه الحركة يعني الزمن، يعني حركت يد الساعة 6:30 مثلا أو 6:30، الحركة تستغرق زمن ولها أيضا مكان، لها حدود. يعني تحركت من هنا إلى هنا، الحركة تحتاج فيه يعني ظرف، يعني في للظرفية، ظرف إيه مكان وظرف إيه زمان، اثنينهم، وبه ثلاثة، خلاص كده، ومنه أربعة. شوف كده، فيه اثنين وبه الحركة ومنه بداية الحركة وإليه كده خمسة، وبعد كده إيه له الحركة، يعني الغرض الذي كانت له. هذه في الحركة الواحدة، فكيف يمكن أن تكون الحركة قديمة؟ والقديم لا يتصور أن يكون طارئا ولا أن يتقدم على وجوده غيره، فقد خرج بهذا البرهان القطعي كون العالم كله حادث من عرشه إلى فرشه، لا يتصور في العقل أن يكون شيء منه قديما. خلاص كده، بعد كده باب في إغلاء موضوع تاني جديد، خلينا هنا. يلا يا شيخ محمد. قال الشيخ رحمه الله: قوله ودليل قبول السكون العدم يعني الفناء، مشاهدتنا يعني معاينتنا، ولا بعد العيان بيان. يعني انت اذا لم ترى بعينيك يبقى لا فائدة في الكلام. يعني انت الان ترى الكوب ساكن، ثم نقلناه تحرك، كيف يكون السكون قديما؟ الحركات في بعض الأجرام أُرِز بذلك من بعض الأجرام التي لا يشاهد فيها حركة مثلا كالأرض والسماء ونحو ذلك، وذلك يعني مشاهدتنا الحركات في بعض الأجرام يقتضي يعني يستلزم ويحكم بجواز الحركة على جميع الأجرام، إذ لا فرق بين ما شوهد فيه وما لم يشاهد لتماثلها وعدم تباينها. يعني إذا كان هذا الجرم حركناه، يعني مثلا أقول لك أنت بتزعم أنه كل الأجرام متحركة أو ساكنة، مش كده؟ لا يعقل أن تكون متحركة دائما ولا ساكنة دائما، ولا ليست متحركة ولا إيه؟ ما هو المعقول؟ انها اما متحركه واما ايه؟ وكل ما جاز عليه الحركه جاز عليه السكون، ما في السكون دائم ولا فيش حال، لان الحركه معناها انعدام السكون، والسكون معناه انعدام الحركه. يبقى في الحاله دي يجي واحد يقول ايه؟ طب انتم بتقولوا كل الاجرام متحركه مش كده؟ او ساكنه. في اشياء بتراها مره متحركه ومره ساكنه.
يعني أنت مثلا أنت نائم ساكن، ولما تقوم تروح الحمام وتتوضأ وتصلي، لما بتصلي متحرك ولا ساكن؟ تتحرك، ركوع وسجود والسلام عليكم ده حركة، وفي النوم ساكن. فمرة نراك متحرك ومرة نراك جثة هامدة، إن شاء الله هتكوني برضه نفس الموضوع. هو الميت إيه؟ متحرك ولا ساكن؟ ساكن، والسكون ده ما فيش حركة بعده. ولكن مع ذلك إحنا اللي بنحركه، مش بننقله من مكان إلى مكان، برضه بيتحرك وهو ميت، بس بيتحرك بغيره لا بنفسه. يبقى إذن كل الأجرام يا إما متحركة يا إما ساكنة. يقول لك يا أخي طب ما في أجرام لا نشاهد إيه حركتها، نشاهد سكونها دائما. في أشياء نشاهد حركتها دائما، زي مثلا نشوف الماء اللي بيجري في النار، عمره ما نراه يسك على طول بيجري. والجبال نشاهد سكونها دائما، فكيف نحكم بأنها إيه يجوز عليها؟ قال لك لا، ما هي كل جرم إذا جاز عليه الحركة يجوز على الجرم الآخر، وكذلك السكون لانعقاد التماثل، فالمتماثلات حكمها واحد. ما دام ده جرم يبقى متحرك. طب أنا عمري ما شفته تحرك، يعني أنا الأزهر الشريف ما تحرك مما زي ما هو. والجبل أحد، نروح المدينة كل ما نروح ساكن ما شفناه تحرك أبدا. قال لك ما أنت ممكن إيه هو تشاهده كذلك، ممكن يكون متحرك وأنت لا ترى أو لا تدرك حركته لشدة سرعتها. فالأشياء السريعة جدا ممكن لا تراها أصلا. يعني مثلا لو عندنا هنا عارف المراوح، لو المرة فيها كم جناح؟ ثلاثة، مش كده؟ لما تسرع ما تشوفش الأجنحة، لا تراها، لا متحركة ولا تشعر بالهواء، لكن ما لا ترى إيه. فمثلا أنت راكب في السيارة، تمام، والسيارة واقفة والسيارات الأخرى تسير، فأنت تظن أنها متحركة وأن الخارج هو الإيه الواقف. وكذلك كنا نشاهد في القبارات وهكذا. والطائرة متحركة حركة شديدة وأنت فيها بذلبة تمشي وتقعد ولا تشعر باضطرابك. ليه؟ لشدة السرعة. لو أنها تتحرك يحصل إيه؟ تنقلب الناس على بعضها. فالسرعة هي اللي بتحمي الناس من الانقلاب، لأن لو بطأت كل الأمتعة هتسقط عليك وهتبقى إيه فوضى. فيبقى الجبال دي هي متحركة وليس ساكنة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وكذلك الأرض تدور والشمس، الكون كله يا إما ساكن يا إما إيه متحرك. طب ما لا نشاهد حركته نقيسه على ما نشاهده. ليه؟ لأن هذا جرم وهذا جرم، وما جاز على أحد المثلين يجوز على الآخر، فمش مهم يشوفه. زي ما واحد مثلا ما شافش الشمس، لا يرى الشمس، أغلق عمل ستائر مثل هذه وأغلق النوافذ وأغلق الضوء، يقول لك لا توجد الشمس. ده بيفتح الشباك حترى الشمس في عينيك، وما يضرنا أنك لا تفتح الشباك. هل عدم رؤيتك لها ينفي أنها موجودة؟ فكذلك عدم إدراكك لحركة الجبال وحركة كذا لا ينفي أن الحركة موجودة، لأن هذا جرم وهذا إيه جرم، وما جاز على أحد الجرمين يجوز على الإيه على الآخر. يلا. واعلم أن هذه الجملة وهي قوله ودليل قبول السكون العدم إلى آخره هي دليل الاستثنائية المشار إليها في قوله لو كان كذلك لما قبل أن يتحرك أبدا، وهي قولنا لكنه يقبل أن يتحرك وينعدم سكونه، فاستدل عليه بقوله ودليل قبول السكون عدم مشاهدتنا الحركات في بعض الأجرام. يعني بنشاهد بعض الأجرام، وما لا نشاهده نقيسه على لأن هذا جرم وهذا جرم، وذلك يقتضي جواز الحركة على جميع الأجرام لتماثلها. ثم شرع يتكلم على القسم الأول وهو كون الجرم في الأزل متحركا، فقال وأما بفتح الهمزة أيضا كلمة فصل وافتتاح، يعني أما تجيبها لما تفصل بين كلامين
أما كذا وأما كذا، خلاص. فأما السائل فلا إيه، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تقهر. أما وأما اسمه إيه، تفصيل فصل يعني، أو افتتاح أما بعد، يعني تنفع للافتتاح وتنفع للتفصيل. يعني امتى متى نستعمل اما في امرين، في الفصل او في الايه، في الافتتاح، يعني بيان يعني ظهور واتضاح، استحاله يعني امتناع القسم الاول من الثلاثه المذكوره، وهو كون يعني وجود الجرم في الازل يعني القدم، وهو ما ليس له اول ولا افتتاح، ما ليس له اول ولا افتتاح بوجه من الوجوه، متحركا يعني منتقلا من حيز الى اخر. فالوجه يعني فالحكم والتفصيل فيه أي في القسم الأول على نحو ما مثل، على نحو أي مثل ما، أي الذي عرفت يعني علمت وتحققت الآن في استحالة يعني امتناع القسم الثاني، وهو كون الجرم ساكنا في، يعني ما هو الدليل في الثاني، هو الدليل اللي ذكره في الأول هو نفس الدليل اللي في الثاني، يعني إبطال السكون الدائم هو نفسه دليل إبطال الحركة الدائمة، لأنه قلنا لا يكون ساكنا إلا إذا قبل الحركة، ولا متحرك إلا إذا قبل السكون. وبيان ذلك أنه لو كان الجرم في الأزل متحركا لما قبل أن يسكن أبدا، ولو كان ساكنا ما قبل أن يتحرك، نفس الدليل بس على العكس، لأن حركته على هذا الفرض قديمة، والقديم لا إيه؟ والقديم لا ينعدم أو لا يقبل العدم، إذ لو قبل العدم لاحتاج وجوده إلى مخصص بجوازه حينئذ، ما دامت حيقبل العدم بدل الوجود أو الوجود فلازم يكون في مخصص، وكده إيه؟ ظهر أنه حادث وليس إيه قديم. هذا كله بيبين إيه؟ حدوث العالم، لأن العالم إما أجرام وإما أعراض، فبيبين كل الأجرام حادثا، ما فيش جرم واحد قديم، لأنه لا يخلو الجرم عن الحركة والسكون، ولا يمكن تكون الحركة قديمة ولا السكون قديم، ولا ينتفع عنه الحركة والسكون. وقد فرضت قديمة، فهذا تناقض لا يعقل. ودليل قبول الحركة العدم، يعني هل الحركة تنعدم؟ نعم، لأننا نشاهد انعدامها، مشاهدتنا السكنات في بعض الأجرام، هذا وذلك يقتضي جواز السكون على جميع الأجرام لتماثلها، هذا معنى قولي فالوجه فيه على نحو ما عرفت الآن في استحالة القسم الثاني فعرف. ثم قال ويزيد، ثم قال ويزيد هذا القسم يعني الأول على القسم الثاني، وهو كون الجرم ساكنا في الأزل بوجه يعني بتفصيل وحكم آخر من الاستحالة أي من الامتناع، وهو الوجه الآخر من الامتناع أن حقيقة يعني ذات وماهية الحركة لا تقل يعني لا تتصور في العقل القديم، يعني الحركة يعني كأنها بالبداهة بالضرورة لا يمكن نعقلها قديمة، لأن هي الانتقال من حيز إلى آخر. ليه؟ لأنه طالما في انتقال يعني في ابتداء الانتقال وانتهاءه، يعني لابد أن يكون لها أول، فلا يعقل أن يكون الحركة ليس لها أول، إذ حرف تعليل هي أي الحركة الانتقال يعني التحول من حيز يعني قدر يأخذه الجرم من الفراغ إلى حيز يعني قدر آخر يأخذه أيضا كذلك. ده الشيخ هنا بيفصل تفصيل يعني كأنه يعني بيعلم أطفال صغار، كأنه يعني يظن أنكم لا تعقلون شيء. يا أي وأخذه وقدر إلى قدر يعني بيفصل تفصيل، أظن لو لم تفهم من هذا يبقى فلن تفهم إذا أبدا، فيكون فهمك قديما، عدم فهمك مش حيتغير، يعني لا يقبل الزوال. فهي إذا أي الحركة إذا بالتنوين لا تكون يعني الحركة المنتقلة من حيز إلى حيز آخر إلا طارئة. إيه معنى طارئة؟ شيء يطرأ، يعني طارئ يعني يحدث يظهر، يعني حادثة، طارئة يعني حادثة، يعني طرأت بمعنى أنها لم تكن ثم كانت، فهي مسبوقة بالعدم،
وملحوقة به لا محالة، يعني قبل ما تحرك يدك ما كانش في حركة، وبعد ما حركت انتهت الحركة، يبقى الحركة مكتنفها عدمان، قبلها ما فيش وبعدها ما فيش، فهي مكتنفة بينهما حتما، يعني بين العدمين السابق واللاحق، بحيث لا تعقل إلا كذلك. والحمد لله، حمد ربنا هنا ليه؟ عشان نعمة الفهم، وكذلك السكون، بل كل من الحركة والسكون عرض. أهديك من دليل تاني، هو الحركة جوهر والعرض عرض، والعرض لا يبقى زمانين، بل بنفس وجوده ينعدم، يعني من أول ما يوجد العرض ينعدم، لأنه لو بقي لا يكون عرضا. ده معنى كلمة عرض، يعني لا يبقى، أصلها معناها كده في اللغة، عرض أمر يعني شيء طرأ ثم زال، لو بقي لا يكون عرضا. ولذلك ربنا بيسمي الدنيا والحياة والنعيم والمال، يقول عليه دي عرض، عرض الطلباء كل يوم الجمعة يقول لك الدنيا عرض زائل، مش كده؟ ليه سموه عرض؟ والله تعالى يقول تريدون عرض الدنيا، يعني الأشياء الزائلة التي لا تبقى، لأنه لو بقيت لا تكون دنيا، تكون آخرة، والله يريد الآخرة. وفي بعض البعض يقول لك الآخرة بالكسر على قراءة شاذة، ليه؟ لأنه فيه إذا كان عرض الدنيا، يبقى عرض الدنيا يعني زائل الدنيا، قال إذن باقي الآخرة، يبقى في مضاف هنا دل عليه المضاف للأول، فالدنيا عرض، ليه؟ لأنها لا تبقى. إذن فالعرض حقيقته أنه لا يبقى زمانين، بل بنفس وجوده ينعدم، يعني لا يحتاج إلى معدم من نفسه كده. زي بالضبط قالوا مثلوها بالفتيل، لما أنت مثلا تولع تشعل هذه مثلا، تجيب مثلا وتشعلها، هل تحتاج إلى أن تطفئها ولا تنطفئ؟ مجرد ما ينتهي الورقة أو تنطفئ، هل تظل مشتعلة دائما؟ كذلك زي الفتيل، لما المصباح فيه الزيت يشتعل عشان بأخذ الزيت، أول ما يفنى الزيت ينعدم، ينطفئ وحده، ما تروحش مش عاوز خلاص الطفل، ما فيش حاجه. ليه؟ لانه الزيت اللي انقطع عنه، يبقى العرض لا يبقى بل ينعدم بنفس وجوده. امال اذا كيف نشاهد مثلا السواد فينا؟ مثلا لما يجي واحد يقول السواد ده اللي في الجبهه ده عرض ولا مش عرض؟ عرض. لما فلان ده من السودان كل ما نشوفه أسود، كيف انعدم السواد؟ ده أنا شايف هو نفس السواد اللي كان أمس، هو السواد اللي من 20 سنة. كيف انعدم سواد السودان؟ لو انعدم السواد في السودان لكان السودان بيض، ولو انعدم في مصر لكنا سود. وأنتم تقولون العرض، وتقولون الألوان أعراض، وهي لا تنعدم، موجودة، عدم بنفس وجوده، ولكن الله يجدد مثله على الدوام. فكلما انعدم عرض خلق الله عرض آخر، وهكذا. فإذا أراد الله تعالى أمسك الأعراض، معناه انعدام الجوهر ذاته. وذلك الصوفية يقولوا حاجتين، الإمداد والإمداد، يعني يوجدك ثم يمدك بأسباب البقاء اللي هي الأعراض. إذن فالعرض ينعدم بنفسه، بنفس وجوده، والجوهر ينعدم أو الجرم بإمساك الأعراض عنه. إذن فالعرض لا يحتاج إلى إعدام، ينعدم وحده. أما إذا أراد الله إعدام الأجرام أمسك عنها الأعراض فتنعدم، لأنه لا بقاء للجرم إلا بالأعراض، والعرض لا يقوم بنفسه. فين يا شيخ محمد؟ العرض لا يبقى زمانه، بل بنفس وجوده، ولا وإنما لم يرى في الجرم سكون إذ انتقلت حركاته، خلاص، وبالعكس لا يرى فيه حركة، خلاص، لأنه تتوالى عليه الحركات إذ ذاك وتسترسل كجرية الماء،
يعني شوف كده، فما يعني انت العرض ده ايه بالظبط؟ عارف الماء الجاري انت تنظر اليه فترى ايه؟ ترى الماء، مش كده؟ لكن كل لحظه الماء الذي تراه راح خلاص جرى وجاي وراه وهكذا، فليس هو نفس الماء الذي رايته، فكل مره ايه؟ والا لا يكون جاريا. فالذي تراه ليس هو الذي رايته في الاول. ولذلك في عباره قالها الحكماء، قالوا الإنسان هذا لا يمكن أن يغتسل في النهر مرتين أبدا. ليه؟ لأنه بينزل، يعني مثلا أنا نزلت واغتسلت، فلما نزل بعد دقائق أعراض جديدة تتوالى علي، فإذا نزلت مش أنا، أعراض تاني، الجرم هو هو، إنما الأعراض مش هي، لأنها كالماء. ليه؟ فما رؤي من حركة في الزمن الأول مسبوقة بالعدم وملحوقة به لا محالة، كالبياض في الأبيض، فكل شيء أنظر إليك أراك أبيض، لكن هذا البياض الذي رأيته في هذه اللحظة بعد لحظة انعدم خلاص، بمجرد أن رأيته انعدم، ثم يتجدد مثله، لأن الله تعالى خلاق فيك على الدوام. يعني أنت تظن ربنا خلقك؟ لا، ما زال يخلقك. فإذا أمسك عنك الإمداد، والإمداد خلق، فنيت، فالخلق مستمر فيك ولا ينقضي عنك، الخالقية ولا القيومية ولا هذه الصفات، فأنت لا تستطيع أن تنفصل عن الله أو تستغني عنه. كيف هذا؟ أنت محتاج إليه في كل لحظة حتى يمدك بالأعراض التي تبقى بها بعدين. فهي إذن لا تكون إلا طارئة على الجرم، حتما لازما أبدا ولا بد، يعني حتما لازم، حيث لا تعقل حركة إلا كذلك، أن يتقدم على وجوده، يعني يسبقها الكون، يعني الوجود للجرم في الحيز المنتقل عنه، يعني في القدر من الفراغ الذي انتقل عنه، الذي انتقل عنه الجرم بالكون، يعني الوجود مصدر كان، الكون يعني الوجود، لما يقول لك كونان يعني وجودان، كانت تامة لا الناقصة، لما يقولوا الحركة كونان يعني وجودان، فيكون كلمة كون دي مصدر لكان، كان يكون كونا، ولكن كان التامة اللي معناها الوجود، وليس كان الناقص اللي فعل ماض ناقص ناسخ، لا مش دي. فعندك اثنين كان، مش كان واحدة، يعني القديم طارئا يعني حادثا مسبوقا بالعدم، ولا يتصور أيضا. ولذلك مثلا الآية بتاعت، عشان أوريك الفرق بين كانت تامة وكان ايه؟ الناقص. مثلا لو كانت كان في قوله تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ايه؟ لو كانت فعل ماض ناقص يبقى معناها كان ذو عسره، يعني الان ما فيش عسره، ده كان. لما يجي اقول لك يا اخي انا، ربنا يقول وان كان ذو عسره، يقول وان كان، لما الان ما فيش عسره، كانه بيخبر على العسره في زمن مضى. إنما معنى كان هنا عن الوجود، يعني الكون، يعني وإن وجد، يعني إن كان حاله متعسرا، وليس معناها إيه؟ الناقصة، لأن الناقصة عاوزة إيه؟ خبر، لها اسم ولها خبر، أما التامة لا تحتاج، تكتفي بمرفوعها، مش عاوزة خبر. والقديم الذي ليس له اول لا يتصور، اي لا يتعقل ولا يدرك في العقل ان يكون، يعني القديم طارئا يعني حادثا مسبوقا بالعدم، ولا يتصور ايضا ان يتقدم، ان يسبق على وجوده، يعني وجود القديم غيره، يعني غير القديم كالحديث مثلا. فلا قديم الا الله وصفاته مرفعه واسحابه مقدسه. بس هو ده الذي ليس فيه تغير ولا انتقال ولا تجوز عليه الأعراض، فسبحانه، فقد خرج بهذا البرهان القطعي كون العالم، هذا البرهان القطعي كون العالم كله حادث من عرش إلى فرش، سواء رأينا الانعدام أو لم نرى، الانعقاد التماثل من العرش إلى الفرش، يعني من العرش إلى الأرض، الفرش يعني الأرض مش الفرش اللي بتنام عليه. إن الله تعالى يقول هو الذي جعل، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لجعلكم الأرض فراشا، هذا الفرش ده.
العالم كله من عرشه إلى فرشه لا يتصور في العقل أن يكون شيء منه قديما. فسبحان من لا أول له ولا آخر، وحكم على من سواه بالأول والآخر وبالاحتياج إليه كل وقت وحين، فلا يتحركون ولا يسكنون ولا يتصرفون دنيا وأخرى إلا به عز وجل، وهو تبارك وتعالى غني عنهم وعن أفعالهم، فلا يتأنس سبحانه بوجودهم، يعني ما يحصلش له أنس بهم، يعني مش معناها إذا افتقدهم أو غابوا أو لم يكن لهم وجود يستوحش، لا، لا يتأنس سبحانه، الأكوان كلها تتأنس، يعني يحصل لها الأنس به، وهو لا يتأنس بهم، كما أنه لا يتوحش بعدمهم. فهو الله العظيم القديم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. صدق الله العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباقي ده من المقولات الفلسفية يحتاج إلى شرح وتفصيل، وحيقول عزب ساعة، فنكتفي بهذا. اللهم صل أفضل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.